السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. الحقيقة القانونية والمجاز القانوني. بالنسبة للشق الأول من هذه العبارة، الحقيقة القانونية تبدو مألوفة لدى كثير من القانونيين وتعتبر هي الأصل، ولكن هل هناك مجاز قانوني؟ وما معنى المجاز القانوني؟ هل يقصد به أن التقنينات وأن النصوص القانونية بها مجاز؟ يجوز للقاضي مثلاً أن يتجاوز الألفاظ في دلالاتها الظاهرة والفقرات والجمل فيما ترمي إليه من المعاني والأحكام إلى مدلولات مرجوحة؟ هل يجوز لأحد القانونيين أن يقول إن نص المشرع على هذه اللفظة أو على هذا التركيب ليس مقصوداً بذاته، وإنما هي إيماءة وإشارة وكناية ومجاز وإلغاز يقصد به المشرع شيئاً آخر؟ دعونا نحرر ذلك في الآتي. الأصل في القانون هو الحقائق. نقول بأن القانون في أصله يقوم على الحقائق لا على غيرها، ولذلك في كل التناولات وفي كل التداولات القانونية نقول الوقائع، والوقائع مفرد واقعة، والواقعة هي الحدث الذي وقع بالفعل في مقابل الظاهرة، فالظاهرة للعلوم الإنسانية، والواقعة تطلق في مجال العلوم الطبيعية. وعلم القانون علم اجتماعي يعنى بتنظيم المجتمع وتنظيم سلوكيات الأفراد في المجتمع، فيحمي الحقوق ويحمي الحريات ويحمي المراكز من خلال نصوص قانونية تحمل قواعد عامة مجردة. فالقانون علم اجتماعي يعنى بالظواهر الاجتماعية والتي يطلق عليها مؤصل القوانين علماء القانون لفظة الوقائع. لماذا؟ لأنها تعتمد على أحداث ماثلة مشاهدة، فلا شأن للقانون بالنوايا والطوايا والخفايا، هو يعالج في الأصل الوقائع والظواهر الماثلة المشاهدة التي يمكن الاستدلال عليها. ولربما يعبر عن هذا الركن الموضوعي أو الركن المادي في النموذج القانوني للجريمة، ويعد هو الأصل قبل البحث في الركن المعنوي، فليس هناك ركن معنوي ما لم يكن ثم سلوك وفعل جرمه القانون ينتهك حقا يحميه القانون. فالأصل في القوانين هو الواقعية، رياليزم. حتى المدرسة الأشهر والأكبر في القانون هي المدرسة الوضعية، بوزيتيفيزم، ومنهجه هو منهج إمبريقي في التحقق من الوقائع، وهو منهج استدلالي استنباطي في استخلاص الأحكام من النصوص والقواعد الكلية.